ما هو التوحيد؟ توحيد تيا وشنتو تيد؟ التوحيد هو إفراد الله بأن يفرد الله سبحانه وتعالى وأن لا يجعل معه شريكا. توحيد هم شنك الله رب العالمين عبادته كا يوكو تهنا تهنا زانجين وايقو مكسا شريك وشريك دار كنجنين. إفراد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. الله رب العالمين يوكا زانك توحيد سين قسمين توكا كا يوكو تهناين. الأول توحيد الربوبية. أولي توحيد الربوبية. ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية تيوشا هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. الله رب العالمين إيوك تهنا زانك هر كارك دنيا توكا بكتا. تقول مثلا الله سبحانه وتعالى هو الخالق. مثال بطور بطوشا الله رب العالمين ما بيدا كانوك. وهو الرزاق. وهماهم من رزق ديو. نعم. الثاني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. دهم قسم توحيد الألوهية يا قشان يا توحيد العبادة. هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله. توحيد الألوهية توحيد عبادة ما هي قشان كالله رب العالمين أي وقت زانك عبادة توكا كأهي ومكاس شريك نهين. الثالث توحيد الأسماء والصفات. سامي قسم توحيد الأسماء والصفات. هو بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة. وآي الله رب العالمين إيوكا زانك هر تشيزيك أسماء وصفات ذكر كانك بتا قرآن مجيد توكا يا رسول الله من أحاديث. لابد أن نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا اللمين هر تشيزيك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت كتما هي ثابت بكن الله رب العالمين نامان توكا صفات توكا او الله رب العالمين جندا هر چیز کی ثابت کتما ها ثابت بکنه ننزه الله عن مماثله الخلق الله رب العالمين ما پاک کنه پاک زانی چی تشبیه خلق گوم مخلوقا گوم لا يمكن ان يقول كون الخالق الكامل مماثل للمخلوق الناقص ای هجبر بوت کوت نکند کی می پیدا کنو کامل اهی تشبیه صورت مخلوق گوم بی ناقصین لو کمین نقول آمنا وصدقنا وسلمنا ما همشي يقولون ما يسرى إيمانا أورتا ما يسرى باوركني وما يمني نعم إذا هذا التوحيد عرفنا وعرفنا أنواع التوحيد الثلاثة والله أعلم ما همشي سين تيز ما بيان كتن توحيد سين كاسم كتوحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات